والله يعني أردتم أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني الله سبحانه وتعالى نهانا عن كلام الناس وعن اللغو بالناس. يعني هلا يرجع واحد يقول لك ايش قال لك هذا المعلق؟ يا اخي يقول والله ما نقدر ما نصبر بلغيبي الا بده يغتاب. احد المعلقين يقول يا اخي صايرة سوسه معنا اذا ما بنغتاب الناس ونجيب سيرته. والله ما بيجي صبر لا تعودنا هيك. والله غفور يا اخي. طيب معلش مو تعود هيك. انا عم بوجه كلامي لكل من يسمعني، طالما ما تقدر الا تغتاب فاغتاب امك وابوك. والله امك وابوك اولى بحسناتك من انك تعطيهم لواحد هو بالاصل انت ما تحبه. مزبوط ولا لا؟ والله العظيم هلا امك وابوك مو اولى بحسناتك؟ ليش لحتى انا اعطيهم لواحد اصلا انا ما بحبه؟ لو بحبه ما بغتابه ولا بجيب كلامه بالعاطفه. نعم. فاحنا والله يعني ما بعرف انا يعني النبي قرر رأيت حين أسري بي أناس لهم أظفار من نحاس، هيك كبار من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. تفضل يا أخي. ويا ما أكثر الناس اليوم من اللي عم يقعوا وما حدا عم يسمع عليهم. اللهم عافينا واعف عنا يا رب. والله نسأل الله العظيم العفو والعافية في الدنيا والآخرة لنا ولكل متابعينا ولكل المسلمين في الكرة الأرضية. آمين. أبو داني أنا أنصحك لوجه الله، أنت الحمد لله عندك المام بالدين وكذا، تكون قاعد بين ثلاثة أربعة عندك حديث انشره. قد يكون أنه أنت حكيت معلومة يا أخي هذا اللي مقابلك ما يعرفه يا أخي. قال النبي بلغه عني ولو بلغ. يا أخي بلغ. أنا علي أحكي هذا قصة اللي قال علمته على أن يصلي عن نبي عسنا. والله يعني بالشام كنا والله يعني نجلس، يعني ما كان عندنا إمام وما كنا الله وكيلك راقدين ورا العلماء. وين في درس لفضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي شوفنا على طول وراه، للبوطي نركض وراه، يعني نستفيد منه. والله كنا نستفيد، يعني كنا نستنط على الدرس ساعة كاملة. والله لما يخلص الدرس كأنه 10 دقائق وحياة الله، لانه في رحاب روحانيه يا اخي. والله تحس بوزن جسمك لما وانت عم تسمع وتتلقى هيك كلمات. اقسم بالله العظيم الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم يملا القلب سعاده والله العظيم. فلذلك احنا تعلمنا انه وين ما نقعد باي مجلس جلسنا، خيو يا شباب تعالوا نصلي كل واحد 10 مرات، ما بتنقل على العالم والله العظيم. انا تعال اقول له تعالوا خيو لك جايين يسهروا، تعالوا نصلي على النبي كل واحد 100 مره تخنتها 100 مره، يعني بيشوفوها كثير وحياة الله. وهي صلاه على الرسول، والخيو كل واحد يصلي على الرسول 10 مرات. هلا انا اترجى من المتابعين كلهم كل واحد منهم يصلي 10 مرات على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل 10 مرات. ما نجرب يلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم هلا يطلع لك واحد يقول لك ما بيصير تقول سيدنا يا اخي. والله ما بتطلع معي حاف اقول محمد، اقسم بالله العظيم ما بتطلع معي حاف اقول محمد. ايش محمد ابن دورتك؟ والله سيدنا وتاج راسنا. ما بتطلع معي النبي قال انا سيد ولدي. يجي لك واحد يجي يقول لك ما بيصير تقول والله عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول سيدي، ما بيصير تقول سيدنا محمد، قول محمد حاف. يا اخي انا ماني شيعي لحتى اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. هو الف الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ال محمد، بس انا ما بتطلع معي هيك، تعودت اني اخلي يكون سيدي. النبي قال انا سيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يعني بتذكر في مره مقاله واحد حكى لنا اياها بالشام، والله طلعت هيك مثل مسرحيه هي او تمثيلي اشبه بتمثيليه على التلفزيون يا اخي شفناها. والله قال اجى واحد عم يمشي يركض وراء الاولاد، هو ضل معه في عاد هيك بيسوي يضل يدورها هيك وراته، وراكدين وراء الولادات وراه وعم يركضوا دورها ودورها دور. يا اخي ضايقوه، شال حجر ضربه بواحد فخ طلع دمه للولد. ابوه حمل هالولد ووداه على المغفر، اشتكى عليه اخي والله هذا فلان اللي ضربه وبدي حقي انا. نادوا فلان جابوه، قالوا ليش فشختوا؟ قال انا فشختوا. قال ايه انت طلع دم الولد، ليش ضربته بالحجر يا اخي؟ قالوا صلي على النبي. قالوا اللهم صلي على النبي.
ايه ليش فشخته؟ قال لي يا سيدي كمان صلي على النبي. قال له اللهم صلي على سيدنا محمد. ليش فشخته؟ قال له صلي على النبي. قال اللهم صلي على النبي. ليش فشخته؟ قال له كمان زيد الصلاة على النبي. قال اللهم صلي على النبي وبعدين معك. انا شايف شلون انا عم بطلب منك تصلي على النبي وعصبت علي. هذول راكدين وراي من الصبح للمساء دورها ودورها، شلون بدك انا اعصب؟ انت من الصلاة على النبي، من الصلاة على النبي الله، من الصلاة على النبي انزعجت. عم اقول لك صلي على النبي انزعجت. وفي احلى من الصلاة على النبي؟ معلش يسامحونا يلي انزعجوا من المتابعين، بس ما بظن حدا في متابع ينزعج من الصلاة، والله الصلاة على النبي تملأ القلب سعادة، اقسم بالله العظيم. ولا في احلى من الصلاة، في اهل مصر بيقولوا الصلاة على النبي طيبة يا اخي. والله الصلاة على النبي طيبة يا اخي، والله هي طيبة. فأحسن ما تختاب فلان وعليتان، وإذا معك وسواس بغيبة الناس عليك اختاب أمك وأبوك يا أخي، والله أمك وأبوك مو أولى بالحسنات تبعك؟ طبعا. ما أنت عم تختاب وعم تشيل من حسناتك تعطيه. قيل إنه في أحد الصالحين جاءه قال واحد جو قال له فلان تكلم عليك، قال هي صحيفته خلي ابنها كيف ما بده. إي والله نجى الله بخته، والله هي الصفيحة وله يصطفى. أما شاكرا أما كفورا. الله يبارك. إيش قال؟ نعم. ليه من لما قال رماني في السهم فلم يصبني. قيل الإمام الشافعي جاء ورجل قال فلان الشافر. تكلم عليك، قال والله فلان أحسن منك، فلان تكلم علي أقل شيء بظهري، فلما هو رمى سهم ما صابني، أنت جبت هالسهم وغرسته بقلبي، ليش لا تفتن بيني وبينه يا أخي؟ فقال له إذا كنت صادقا فأنت نمام لأنه أنت بدك توقع، وإذا كنت كاذبا فأنت فاسق. هذه كلها تبع ما كان موجود معنا طبعا الخانة راحية لما كان هذا الولد ملحد. لا مو حكينا ما كان موجود معلش يا خلا معلش يا اللي مو هو أحمد لا على قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم عند الله في ألف سنة مما تعدوا، يعني يوم عند الله ألف سنة مما عم نعد نحن، يعني نحن تقلب عدنا ألف عام ألف سنة ألف سنة تقلب عدنا لبين ما يقلب يوم واحد عند الله. يعني يقول لك كبار علماء الأرض حددوا عمر البني آدم اللي يعيش مئة سنة، مئة سنة مش قد عمره بأيام الله، علما أنه يوم عند الله بألف سنة مما نعد يمكن بضع ثواني، أقل من البضع الثواني. البضع هي سبع سنوات، بضع سنين سبع سنوات، بضع ثواني عمر البني آدم اللي يعيش مئة سنة عند رب العالمين. فنحن نقول يا أخي مثلا هسه عنيا ليش إسرائيل عم تلعب لعبتها بالدول العربية والإسلامية والعالم متكتف في أيديها؟ الله سبحانه وتعالى طيب مو شايف؟ بلا شايف الله، ولكن أيام معدودة عند الله سبحانه وتعالى. الله كبير، الله كبير. فرعون ايش قد صبر عليه لبين ما اجى يوم اليوم المعلوم.